طيب، مرحبا أعزائي، كيف حالكم؟ بتأمل إنكم تمام. اسمي دونا حجازي، مرشدي في معهد أفاق بسيكومتري، واليوم طبعاً راح أحل معكم فصل الإنجليزي الثاني من امتحان رقم 44، ألا وهو زي ما أنتم شايفين فصل رقم 6 من حيث ترتيب الفصول بالامتحان. بتأمل إنكم تستفيدوا، وطبعاً دائماً إذا عندكم بضل عندكم أي أسئلة، أي تساؤلات، أشياء مش فاهمينها، ينفع تتوجهوا لنا ومنجاوب كالعادة دائما بكل سرور. هات نبدأ. أوكي، السؤال الأول بيقول لنا: In many parts of the world, camels and donkeys are still used for carrying heavy issues. بيقول لنا بكثير أنحاء من العالم الجمال والحمير بعد يستعملوا لحد اليوم لحمل الأشياء الثقيلة. اوكي، فانا بدي ايش هي هاي الاشياء الثقيله اللي بيحملوها؟ اذا for carrying heavy loads. اوكي، من اجل حمل الاحمال الثقيله. طبعا risks مخاطر، courts محاكم، و tunnels قنوات، loads احمال زي ما حكينا. السؤال الثاني: American industrialist Andrew Carnegie was a dedicated بدي صفة له على ما يبدو giving away $350 million to charitable causes in the course of his life. إن هذا البني آدم أندرو كارنيجي كان بدي إشي بعدني مش فاهمي أنا شو بدي أكمل الجملة، أعطى أو تبرع 350 مليون دولار to charitable causes. charitable، أوكي، هاي صفة من charity، أعمال خيرية، فcharitable causes لا يعني قضايا اللي فيها يعني أشياء لها علاقة بالأمور الخيرية على مدار حياته، يعني كان يتبرع كثير. أوكي، الجواب هون الكلمة اللي لها علاقة بالصفة لهيك بني آدم هي philanthropist. philanthropist بمعنى فاعل خير، دائما بني آدم اللي بتبرع. إذا American industrialist Andrew Carnegie was a dedicated philanthropist, giving away $350 million to charitable causes in the course of his life. Okay? نكمل. السؤال الثالث بيقول لنا: The human eye can, إشي؟ Among some 200,000 different colors. Okay? يعني العين البشرية باستطاعتها إنه إشي من بين تقريباً 200,000 لون مختلف. طيب، فأنا بفهم من سياق الجملة إنه العين البشرية باستطاعتها إنه تميز وتفرق بين الألوان المختلفة، والجواب هو distinguish. The human eye can distinguish among some كل هاي الألوان. إذا distinguish تميز أو تفرق، initiate يبدأ أو يستهل، authorize يرخص، و reinforce بمعنى يعزز أو يدعم. السؤال الرابع: Most of the inhabitants of Tangier Islands, Virginia, can إشي their ancestry to Cornish families who settled there in the 17th century. يعني بقول لنا معظم مواطنين تانجير آيلاندز في فرجينيا بيقدروا يعملوا إشي بالسلف تبعهن، أنا مش فاهمة شو هو الإشي، لعائلات كورنيش اللي استقرت هناك بالقرن السابع عشر. فإذا فيهم ancestry وإنه هذول المواطنين على ما يبدو السلف تبعهم بيعود لهي العائلات، فأنا بدي إشي اللي له علاقة. الكلمة اللي له علاقة هي trace. هذول الانهابيتنس can trace their ancestry to Cornish families، يعني بيقدروا يتعقبوا سلفهم لعائلات الكورنيش اللي استقرت هناك في القرن السابع عشر. إسا في كلمة جديدة هون اللي ظهرت بالامتحانات الأخيرة، يعني بمعنى thaw. أوكي، thaw كلمة جديدة علينا، مرادف لديفروست وملت، أكيد عرفتوها، معناها يذيب. أوكي، فاللي بعرفهاش مهم جدا يسجلها. ترم زي بيقص أو يهذب، وتلت يميل أو يتكئ. حلو. السؤال الخامس بيقولنا: A baby mammoth, possibly the best preserved issue of its type, was recently unearthed in northwestern Siberia. A baby mammoth. Mammoth للي بعرفش هو حيوان بيشبه الفيل، حيوان قديم اللي انقرض. هات أرجيكو صورته للي بعرفوش. بيشبه الفيل، له أنياب جدا طويلة. هذا هو الماموث كمان بالعربي بيقولوا. أوكي، إسا بيقولنا A baby mammoth. انتبهوا إنه الجملة اللي أجت بعدية محطوطة بين شحبتين، اللي هدول عادة بنقول لهم جملة، يعني بيكونوا جملة اعتراضية.
هاي كلها جملة اعتراضية اللي بالعربي عادة بتكون عندنا، يعني بتزود لي معلومات إضافية للجملة ومش عن جد بتزيد لي كثير أشياء. بس هون الكلمة الناقصة هي من الجملة الاعتراضية، أوكي؟ فبقولنا إنه الماموث الصغير هون اللي هو على الأغلب أحسن إشي من نوعه، مش فاهمة أنا أحسن إيش، تم مؤخرا استخراجه من شمال غرب سيبيريا. طيب ريبريماند بمعنى توبيخ أو تأنيب، تزبطش هون. سبيسيمن بمعنى عينة أو نموذج. انسنتيف بمعنى حافز. وابتيتود بمعنى القدرة أو الإمكانية على القيام بشيء معين. فعمليا الجواب هو سبيسيمن a baby mammoth possibly the best preserved specimen of its type was recently unearthed in northwestern Siberia. يعني هذا الماموث العظام تبعونه تم استخراجهم من شمال غرب سيبيريا، وهو أفضل عينة من نوعه، أفضل عينة تم استخراجها. أوكي؟ إذن الجواب هو 2. سؤال 6 بيقولنا An employee who is إشي for gross misconduct may not be entitled to unemployment insurance benefit. يعني موظف اللي بيعمل إشي بسبب gross misconduct، gross معناها فادح، إشي اللي هو كثير كبير، misconduct حتى ولني حتى لو إني أنا بعرف إيش معناها، بس أنا بدي أقربها لإشي اللي على الأغلب يعني حكينا عنه بدروسنا. miss، أوكي، miss عادة هي عمليا prefix اللي هو معناه سوء إشي، أوكي، ف misconduct conduct إجراء أو يجري، أوكي، فmisconduct بمعنى هون سوء أداء أو سوء تصرف. may not be entitled قد لا يكون يعني مستحقاً لاستحقاقات تأمين البطالة، يعني موظف اللي بيصير فيه إشي بسبب سوء تصرف فادح قد لا يكون يعني مش رح يطلع له استحقاقات تأمين البطالة. طيب فالجواب هو dismissed، موظف اللي يطرد من عمله أو يصرف من عمله لهذا السبب بيطلع لهش تأمين البطالة. interrupted يقاطع، exploited استغل أو استغلة، أو prohibited حضرة أو منع. أوكي، إذن dismissed بمعنى صرف أو طرد. جميل، هات نشوف السؤال السابع. إشي is a formal agreement between two or more sovereign nations. في عندي إشي اللي هو عبارة عن اتفاقية رسمية formal agreement، اتفاقية رسمية بين ثنتين أو أكثر من الأمم sovereign بمعنى اللي موجودة بالسلطة أو الحاكم. أوكي، فأنا بعرف إيش هو الإشي اللي يعني عبارة عن agreement و formal agreement، التريتي. أوكي، المعاهدة. إذن المعاهدة a treaty is a formal agreement، المعاهدة هي اتفاقية رسمية، أوكي، بين أمتين حاكمتين أو أكثر. convent بمعنى دير، prospect بمعنى إمكانية أو احتمال، ودروباك بمعنى عقبة. جميل، السؤال الثامن بيقولنا with its golden mosaics polished stone marbles and marble pavement, San Marco Basilica in Venice is among the most decorated churches in Europe. عمليا الجملة بتقولنا إنه مع فسيفساءها الذهبية، أوكي، وأسقفها أو جدرانها الملمعة الحجرية الملمعة، وماربل بيفمنت بمعنى يعني أرضيتها الرخامية، سان ماركو بازيليكا، البازيليكا هي الكاتدرائية، كاتدرائية سان ماركو في فينيسيا هي من بين الإشي أكثر decorated churches in Europe، يعني من بين الكنائس الأكثر مزينة في أوروبا. إذا بتنتبهوا إنه الكلمة الناقصة عندي هي بتأثرش، مش عن جد بتأثر أو بتنقص من معنى الجملة، إنما زي ما أنتم شايفين بالاختيارات هي adverb اللي أنا بدي أوصف فيها بأي حال مزينة هاي الكنيسة هاي الكاتدرائية. الجواب هو lavishly. lavishly معناها بسخاء. إذن سان ماركو is among the most lavishly decorated churches in Europe. أوكي، من بين أكثر الكنائس المزينة بسخاء في أوروبا. earnestly بمعنى بحماس، furiously بشراسة، وacutely بحدة. طبعاً أنا هون وأنا أدور على الإجابة كان بقدر أحذف ثلاثة وأربعة لأنه معناهن شوي سلبي ومنفعش أوصف فيه يعني الديكوريشنز تبع الكنيسة. فظل ممكن الحيرة عندي هي واحد أو اثنين. واثنين طبعا حذفتها لانه يعني غير صالحه لوصف الديكوريشنز. حلو، ننتقل على سؤال 9.
ال restatements بتقول لنا when a hippotamus senses danger it makes a mooing sound. Okay, it makes a mooing sound. يعني لما فرس النهر يشعر بالخطر, okay, senses danger, هو بيعمل صوت خواء, okay, mooing sound. طيب هذا نشوف شو الجواب الصح. بيقولنا the hippopotamus moves especially when it is afraid. أول إشي especially بتعملها خطأ, يعني هو بيعملش هذا الصوت خاصة لما يكون خائف, لا هو بيعمل هذا الصوت لما يحس بالخطر, فعمليا هاي خطأ. اثنين, the hippopotamus moves when it feels threatened. صح, لما يشعر بالتهديد feels threatened هي ممكن تكون إعادة صياغة ل senses danger. ثلاثة وأربعة ليش غلط, moves before it attacks بيعمل هذا الصوت قبل أن يهاجم, خطأ. وأربعة, the hippopotamus moves to warn other animals of danger, عشان يحذر حيوانات أخرى من الخطر, فهذا كمان خطأ. إذن الجواب اثنين. عشرة, بتقولنا الجملة اللي هي بتمثل لنا هيك الروح الجديدة من أسئلة الري ستيتمنتس بالامتحانات الأخيرة, اللي هي عادة اقتباسات أو أقوال مأثورة أمثال شعبية, فأقصر ولكنها مش بالضرورة أسهل وبدها شوية تركيز. بتقولنا never let a good crisis go to waste, قول اللي حكاه وينستون تشرشل. طيب, ولا مرة تخلي أزمة جيدة تروح هباء, go to waste, تضيع منك. طيب إسا شو يعني good crisis؟ حتى نشوف الإمكانيات اللي معانا. Face your problems bravely, واجه مشاكلك بشجاعة. ما مش عن جد أعطاني يعني إيش اللي هو خصه بمواجهة المشاكل بشجاعة. قال تضيعش الفرص. شو يعني تضيعش الفرص؟ حتى نشوف إمكانيات أخرى منطقية أكثر. اثنين, never stop believing that there is good in the world, ولا مرة توقف تآمن إنه في منيح بالعالم. مش عن جد. Do not waste time trying to accomplish the impossible, ضيعش وقتك تحاول تحقق المستحيل. أول شيء ما نجيبش سيرة المستحيل هون, وكمان حكت waste هون إنه تخليش الأزمة تضيع منك, ما حكليش عن تضييع الوقت. Do not waste time. كيف كمان خطأ. ضل عندي أربعة, take advantage of opportunities provided by difficult situations, يعني استغل الفرص اللي بتزودها واللي بتجيبها المواقف الصعبة. عمليا منطقي جدا, بقول أنا إنه difficult situations المواقف الصعبة هي ممكن تكون مرادف للقصد هون ب crisis, وإنه good crisis بما معناه إنه عمليا ممكن تجيب لنا opportunities, و take advantage هي مرادف أو إعادة صياغة ل never let it go to waste, إذا تخليهاش تضيع فمعناها استغلها. فالجواب هو رقم أربعة. هيك جمال مهم جدا جماعة إنه نتأكد إنه حذفنا كل الأجوبة, لأنه عن جد ممكن يكون يخربطنا هيك إشي إذا بحذفش كل الأجوبة وخسارة أضيع هيك أسئلة. عشرة, the Phoenicians were expert seafarers. أوكي, يعني الفينيقيين كانوا يعني خبيرين بحارة, خبيرين عندهم كثير خبرة. هذا نشوف الإمكانيات اللي معنا. The Phoenicians spent most of their time at sea. قضوا معظم وقتهم في البحر. معلومة إضافية معيش إياها. اثنين, The Phoenicians were experienced fishermen بمعنى صيادين. هون قال لي إنه بحارة. البحار هو مش بالضرورة صياد, فخطأ. مع إنه experienced ممكن تخربطنا لأنها ممكن جدا تكون إعادة صياغة لإكسبرت. بس طبعاً فشل من خطأ. ثلاثة, the Phoenicians were very skilled sailors. Okay, كانوا بحارة مع مهارة جداً عالية اللي بمعنى ممكن experts. Okay, فمنطقي. وأربعة, نتأكد لغلط, the Phoenicians fought many battles at sea. قاتلوا أو حاربوا كثير معارك بالبحر. معلومة إضافية خاطئة. Okay, 12. بتقولنا when Pablo Picasso's painting Garçon à la pipe بالفرنسي بهمنيش أنا شو هي, okay, was sold at auction in 2004, it fetched an unprecedented $104 million. يعني لما لوحة بيكاسو Garçon à la pipe انباعت بمزاد بال2004, it fetched يعني حصدت أو حصلت على سعر غير مسبوق, unprecedented بمعنى غير مسبوق, اللي هو $104 million. اوكي, هذا نشوف شو الجواب. يعني الجمله هون بتقول لنا انه ولا مره لوحه انباعت بهيك سعر, شيء غير مسبوق, فبدنا هيك شيء اللي ينقال هون. بابلو بيكاسوس Garçon à la pipe was sold in 2004 at auction for $104 million. حلو لهون, بعد ناقصني معلومه انها غير مسبوقه هاي الشغله. At the time the highest price ever paid for a painting, بهذاك الوقت كان اعلى سعر اللي اندفع للوحه ever. صح, حلو.
قال سؤال بيب is the most valuable. ما قاليش إنها يعني أكثر واحد يقيم من لوحات بيكاسو. معلومة إضافية خاطئة. ثلاثة, it is estimated that Pablo Picasso's Garçon à la Pipe انباعت بالمزاد, وهي اليوم يعني تقدر أن يكون سعرها أكثر من 104 مليون دولار. أول إشي أنه بيقول لي أنه يقدر وبقارنها باليوم, خطأ. أوكي, لأنه الإشي نحكى عن معلومة اللي حصلت في السابق وانتهى الأمر, هون زي بيقارنوها مع اليوم وهذا خطأ. أربعة, at an auction in 2004 bidding, يعني المراهنة أو يعني الأسعار لهي اللوحة بديت ب 104 مليون دولار, يعني هذا كان السعر الأولي وكأنه. أوكي, فخطأ, فالجواب هو واحد. بتأمل إنه مفهوم. طيب ننزل على القطعة الأولى اللي هي بتحكي لنا عن, تبدأ بتقولنا إنه مع قدوم أمازون وكل الإمكانية إنه نشتري إحنا كتب عن طريق الإنترنت. Nevertheless, وهي هنا جدا مهمة هاي الكلمة لأنه بنتسأل عنها كمان بعدين. Nevertheless, مع ذلك محلات الكتب التجارية are far from extant, يعني هي كثير بعيدة محلات الكتب التجارية عنها تكون منقرض أو إنها تنقرض, يعني هي ما زالت موجودة وبقوة. أوكي, فهون بيحكوا لنا عن منطقة بأمريكا اللي هي بايونير فالي, وبالفقرة الثانية بنتقلوا بيحكوا لنا إنه هاي المنطقة كثير جذابة لمحبي الكتب. أوكي, البيبليوفيلز. أوكي, فبيحكوا لنا هون شو في إمكانيات محبي الكتب لما يروحوا على المنطقة, إيش بنفع يعمل, يحضروا أمسيات, يقرأوا كتب, يلفوا بالمحلات هناك, وكثير فعاليات أخرى. بالفقرة الثالثة بيحكوا لنا إنه الرايترز الكتاب هناك هني كمان كثير بيساهموا للثقافة المحلية تبعت المنطقة, وحتى في كتاب اللي بيخلقوش هناك بهاي المنطقة بس بيروحوا يعيشوا فيها لأنه كثير المنطقة بتدعم الكتاب والمؤلفين المحليين بشكل عام. وبآخر فقرة بيحكوا لنا إنه هاي المنطقة كانت موطن, was home ل most known noted writers in the American literature, كانت موطن لمؤلفين كثير كثير مشهورين بالأدب الأمريكي زي أميلي ديكنسون, بجيبوها مثال. أوكي, أميلي ديكنسون كانت عايشة هناك. أوكي, هات نشوف الأسئلة. سؤال 13 بيقولنا an appropriate title for the text, عنوان مناسب للنص بيكون. واحد, the pioneer valley, a book lover's dream. حلو. ثلاثة, غلط لأنه ما حكاليش إنه هاي المنطقة كانت مولد الأدب الأمريكي. أوكي, 14 سؤال حلو لأنه إحنا مفروض نكون دارسين كثير منيح كلمات الرابط وهالتذكير إنه نراجعهن. Nevertheless, could best be replaced by, بنفع أبدلها ب. طبعا أنا بعرف إنه هي كلمة رابط من عائلة كلمات التناقض, فبدي كلمة تبدلها اللي هي تكون من نفس العائلة, فأنا دغري بحذف because جاي تعطيني وكأنه سبب, خطأ, أنا بدي تناقض, و as a result of جاي تعطيني وكأنه نتيجة, كنتيجة لي, فخطأ, طلع عندي although و despite the fact, although بالرغم من إنه, و despite the fact أيضا. إسا بدي أرجع أنا على السياق, لما أرجع على السياق بكتشف إنه واحد هي الملائمة. Although bookselling has changed greatly in recent years, مع إنه بيع الكتب تغير كثير بالسنين الأخيرة, إلا إنه traditional bookstores are far from extant, يعني محلات الكتب التجارية كثير بعيدة أنها تنقرض. أربعة, غلط لأنه ما قاليش إنه اليوم أقل ناس بتقرأ كتب. أوكي, حلو, منكمل. سؤال 15, بس هات نمحى هاي الخط. يوف. Okay, 15, the main purpose of the second paragraph is to, إيش الهدف من الفقرة الثانية؟ يقولنا إنه إيش الإشي اللي بيجذب محبي الكتب بهاي المنطقة. Explain what attracts book lovers to the Pioneer Valley. جميل. سؤال 16, أي من التالي, which of the following details about the Pioneer Valley's authors is not mentioned in the third paragraph. أي من التفاصيل التالية عن المؤلفين في بايونير فالي, مؤلفين بايونير فالي, لم يذكر بالفقرة الثالثة, لم يذكر. هات نشوف. Some of them were born in other places. صحيح, حكولنا إنه بيكونوا ساكنين بمحلات بعيد وبيجوا بيسكنوا بهاي المنطقة. اثنين, their books are listed on the Amherst Books website. هاي مذكورة إنه كتبهم محطوطة بالمواقع, موقع هذا المحل. ثلاثة, many of them write about life in the Pioneer Valley. حدا جاب لي سيرة عن شو هن بيكتبوا. أوكي, ما يعني ما خصصوا ليش فقر عشان يشرحوا لي عن هذا الموضوع.
فبالتالي ثلاثة هي اللي لم تذكر. أوكي؟ أربعة صح لأنه محلات الكتب المحلية تدعمهن للكتاب المحليين. 17 the last paragraph mentions Emily Dickinson because she ليش الفقرة الأخيرة بتذكر لي Emily Dickinson؟ أوكي؟ هل لأنها wrote poems عن هذا المحل؟ لا. Was the first to use the name Pioneer Valley؟ كانت أول حد استعمل هذا الاسم؟ كمان لا. هي مثال لgreat Pioneer Valley writer؟ صح. هي مثال لكاتب اللي كان عايش بالPioneer Valley وهو كاتب عظيم؟ صحيح. Made the Pioneer Valley famous؟ لا، لأنه مش بس هي اللي يعني اللي كانت عايشة هناك لحالها، كان في ملان كتاب مشهورين وهني ذكروها بس كمثال واحد. أوكي، إذا هاي كانت القطعة الأولى، تأمل إنه كان مفهوم. أوكي، القطعة الثانية بتحكي عن الإيروكوي كونفدرسي، الأسهم لا تلفظ، يعني تحالف قبائل، ست قبائل native peoples of North America، ناس أصلانيين، الناس الأصلانيين، القبائل الأصلانيين اللي كانت عايشة بشمال أمريكا. وبيحكوا لنا إنه الإشي المميز على ما يبدو بهاي القبائل الإيروكوي إنه النساء تأخذ دور كثير كثير أساسي ومهم بالحياة هناك، وهذا الإشي كان مصدر إلهام واهتمام لناشطات حقوق المرأة اللي كانوا يحاربوا عشان حقوق المرأة، عشان المرأة تحصل على حقوقها في أمريكا. بس بحكوا لكم إنه النساء بمجتمع الإيروكوي بأخذوا دور جداً أساسي. واحدة من الأشياء المثيرة للاهتمام هو إنه النظام تبع هاي القبائل هو ماتريلينيال، يعني مبني على القرابة للأم، يعني زي عنا إحنا منسوبين لعائلة أبونا، هن عندهن الواحد لما يتجوز هو بيصير بعائلة زوجته. أوكي، فهذا القصد بماتريلينيال، ورح يسألونا عنها يتأكدوا إنه فهمنا هاي الحقيقة. هذا نشوف باقي الأسئلة. بقول لها it can be inferred من الفقرة الأولى إنه هاي الكلمة اللي انذكرت بالفقرة الأولى إياها، طبعا هي مش كلمة إنجليزية، محطوطة بعديها بين قوسين peoples of the long house، يعني عمليا ترجموا لي إياها، حطوا لي ترجمة فشرحوا لي معناها، فأنا بفهم إنها هي a native American word. نيتيف مش بمعنى انه يعني بيحكوا انجليزي انه خلقوا بامريكا، لا، النيتيف هن الهنود اللي كانوا عايشين هناك قبل ما الاوروبيين يجوا على امريكا. اذا نيتيف امريكان وورد مش كلمه انجليزيه. 19 بيقول لنا the main purpose of the second paragraph، هدف الفقره الثانيه هو انه يحكي لنا انه Why the Iroquois way of life inspired American feminists؟ ليش طريقة حياة الإيروكوي ألهمت النسويات الأمريكيات؟ أوكي؟ وعشرين the phrase cited the model of، cited بمعنى اقتبس، أوكي؟ is closest in meaning to، هي أقرب في المعنى لا، use the example of، استعملت المثال لا. 21 هون زي ما حكيت بدهم يتأكدوا إذا إحنا فاهمين شو يعني مجتمع اللي مبني على القرابة للأم. Based on the description of a matrilineal society in lines 13 to 14, which of the following statements may be made by an Iroquois man؟ أي من التصريحات التالية بناء على اللي فهمنا إحنا من القطعة إنه matrilineal society ممكن إنه يحكيها رجل من رجال الإيروكوي؟ هذا نقرأهن. My mother is of the turtle clan. Clan يعني عشيرة أو عائلة. أمي من My mother is from the turtle clan, and my wife is of the bear clan. Therefore, my son is of the bear clan. يعني أمي من عائلة أو عشيرة السلحفاة، كانوا يسموا الكلانز على حسب الحيوانات، وزوجتي من عائلة أو من عشيرة الدب، ولهذا ابني رح يتبع لعشيرة الدب. منطقي، لأنه إذا الوايف بير كلان فالابن نفس الشيء رح يكون. أوكي، فالجواب صحيح، منطقي. 22 عنوان مناسب للنص رح يكون appropriate title for this text would be women in Iroquois society، النساء في مجتمع الإيروكوي. أوكي، هذا هو، بتأمل إنه كان مفيد. وعن جد إذا عندكم أي سؤال أو أي إشي مش مفهوم تترددوش تسألوا، إحنا هون دايما، ويعطيكم ألف عافية.